مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم عادل التركي، رجل اعتزل التدريس واحترف الصيد في المياه العذبة، وهذا التقرير الإخباري بعد نجاحه في صيد سمكتين كبيرتين من ترعة الإسماعيلية، وزن الأولى 10 كيلو جرامات والثانية 16 كيلو جرام، مع العلم أن أقصى وزن يصطاده الآخرين 7 كيلو جرام تقريبا. دلوقتي احنا على بوابات عيون السلطية، ده من العيون اهي، دي العيون دي اللي طلع منها دوق مائين ورا بعض، واحد يوم 17/11 عايزين طلعوا من بدر، طلعوا يوم 17/11 الساعة 5/10 الفجر، طلعوا من العين من عين العين اللي وقف عليها دي، بس من الناحية الثانية كان واحد معينهم مزنوق، العين ده ايه رقم 3 من الخلف، وربنا كرمه بيه وطلع، وطبعا صورناه وهتشوفوا صورته دلوقتي حاليا. احنا مش بنتكلم على ان 10 كيلو ولا 20 كيلو يعني مش حاجات جامده قوي، لكن الحاجه المميزه اللي فيها اللي هي خلينا نتكلم عليها انها ما جاتش بعده صح، او ان الشعر اللي مثلا يطلع الحاجه دي اصلا المفروض ان هو ما يطلعش الحاجه دي، يعني الشعر ال 40 ده اخره مثلا 7 8 كيلو لما يطلع حته 10 او حته 16 ونص، دي بتبقى فيها يعني ايه اللي فيها اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، دي اللي احنا بنسجل عشانها، يعني بنسجل الحاجه دي تبقى للذكرى، حاجات بحاجه اقل من قوتها الحقيقيه. ده اللي جه يوم 17/11 ده كان طوله قد ايه يا ابراهيم؟ حوالي 80 سنتي تقريبا كده، بس كان عنده الوزن كان في العرض بقى. الوزن كان في العرض. الثاني نتكلم على الثاني، لا الثاني بعدين خليه بعدين. انا عايزكم تشوفوا بس اللي جاب الاولاني ده، بس هو مش عايز يوري نفسه. دي انا اللي شكلي معاك. ما انت معفن. لا يا اخي لا يا معفن، افتح وشك بس، افتح بقك قوي، كفايه افتح بقك عشان تفتكروا بقه ده البق ده، بس افتح بقك بس اقول لك على حاجه بس ليه هلا نشوفها بالصوره. البق ده هتفتكروه لما تشوفوا الدماء، شبه الدماء بالظبط اللي طلع. طبعا الصوت مش هيجي عندك، مش هيبقى باين قوي. نتكلم بقى على الثاني اللي هو جه في يوم 31/12 الساعة، هو اتضرب الساعة 7 مساء، لكن طلع من المية الساعة 8 لأنه عمل شغل جامد قوي، وكان أتقل شوية، وكان مطلوب من طرف ديله. طبعا لما كل الكلام ده هم اللي يفهموه يعني أكتر، تضرب تشخيص من الديل غير لما تضرب من البق مع الحجم الكبير، مع إنه كانت الخلفية خلفية البوابات احنا شايفينها دي من ورا من الخلف، لأنه طلع بره وعدى البوابات دي كلها ضد المية، وخد الشعر وخد الغابة وكله اترمت كل حاجة وراه، واتقابل من الناحية التانية وطلع طبعا بالزاويتين عند ربنا. الحتة ديت احنا قلنا قعد الساعة في المية تقريبا، وبرضه هنكرر تاني نفس الكلام ان الميزة بتاعتها او ان احنا بنصور وبنسجل الكلام ده عشانها، مش عشان هي جت حاجة بس 13.5، ما في دي طلعها 15 و20 و30 كمان، لكن طلعت بشعر ايه وغابة شكلها ايه. يعني ايه رفض مجلس الشعب اليوم سحب الثقه من حكومه الدكتور احمد نظري. الله يعدل التعب. وياخذ الموبايل منك. وقرار الانتقال الى جبل الثمن. أبو الغيث أن هذه المسألة هي مسألة ولا تقبل الجدل أو
ارفع يا سحب البتاع عقد فريقا تفاوض الفلسطيني والاسرائيلي في مفاوضات الوضع النهائي بتمام اليوم في الله عظيم اه ده عايز انك تفكر صوره الفكر انا جنب الفاوض مش هنكرر تاني ولا بتلعبوا في شمال الثوره يا شيخ مش تدري عنك مش تدري عنك انما تلعبوا في شمال حاجه حتى الرعايه دي جنبها حط الراس جنبها